السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله عندنا حل لتحدي في الميموري فرونزكس من موقع سايبر ديفندر. طبعا في البداية بنسوي ساين اب في الموقع عشان يسمح لك إنك تسوي داونلود للملفات. فمثل ما أنتم شايفين هنا عندنا تحديات كثيرة، سواء في المالوير أناليسيز، في ملفات بي كاب، في النيتورك، أو ثريت هانتنج، أو الريفيرس انجينيرنج. ففي تحديات كثيرة، فاحنا التحدي اللي بنحله اليوم في الميموري فرونزكس، فعشان نبحث بس عن ملفات يعني تحديات الميموري، فبنكتب هنا ميموري، فطلعت لنا تحديات كثيرة. فالتحدي اللي بنحله اليوم اللي هو البريف، من 10 أسئلة، بسيط. فمثل ما انتم شايفين هذه الأسئلة موجودة. فلو جينا هنا عند الشالنج ديتيلز، ففي بعض التحديات بيكتب لك الديتيلز الموجودة هنا، ما في هنا، بس يقول لك التولز اللي بنستخدمها اللي هي فلتر دي 3، وما في ديتيلز يعني ثانية، انه بس يقول لك عندك الايمج هذه، حللها وحل الأسئلة الموجودة. فهذه ملفات هنا بنسوي لها داونلود، تجي طبعا زب فايل، فبنسوي لها انزب، فبيطلب منا باسورد، فهذا الباسورد اللي بنحطه عشان نسوي لها داونلود. تمام، بس قبل ما نحل التحدي فيها، خلينا يعني نعرف أهمية النتورك، أهمية الميموري عفوا، أنا أهمية الميموري، وليش يعني بنسوي لها اكوزيشن، ليش بنسوي لها فرونزكس؟ لأنه يعني الميموري بتعطيك يعني نظرة عامة عن كل الران تايم سيستم اكتيفيتي، يعني مثلا اي كوماند صار لها اكسكيوت. طبعا هذه مره مهمه، اغلب البيانات المهمه بالاتاك، في اتاك معين اغلب البيانات بتكون موجوده بس في الميموري. فمثلا اي نتورك كونكشنز موجود بنقدر نطلعه، الاكونت كريدنشلز برضو، في عندنا الانكريبشن كي، في عندنا الرننج بروسيس اللي صار لها رننج، وفي برضو اللي هو الانترنت هيستوري. فهذه يعني تخلي الميموري مهمه. وبرضو اي برنامج عندي عشان يصير له اكسكيوت لازم يصير له لود في البدايه في الميموري عشان يصير له اكسكيوت. تمام، ف خلينا نشوف هنا في تشيت شيت من سانس بيساعدنا يعني في التحليل، يعني بيعطيك خطوات كيف تحلل الميموري. ف عندنا تقريبا 6 خطوات زي ما انت شايفين هنا. في البدايه يعني بيقول لك اول شيء مثلا تشوف ال ايدنتيفاي روك بروسيس، يعني اي بروسيس مشبوهه، يعني هذا معناته يعني البروسيس، كيف يعني بروسيس مشبوهه؟ يعني مثلا عندي مثلا خلي يعني مثلا عندي ملفات، ملف اللي هو ال اس في سي هوست. تمام، لو بنشوف البيرنت بروسس حقه مفروض مثلا يكون سيرفس دوت اكسي، فلو كان هذا يعني هذا الملف موجود يعني البيرنت بروسس حقه مو تحت سيرفس دوت اكسي، فهذا يعني انديكيتر انه يعني هذا البروسيس انها مشبوهه. يعني تمام، فخليني اوريكم كيف يعني لو خليني اوريكم هنا. اوكي، هي ناقص لينك. تمام، بوريكم يعني الملف هذا وش المفروض مثلا يكون، يعني هذه يعني حاجة من يعني موجودة،
فلو بنلاحظ هنا مثلا، نطلع فوق شوي عشان بس اوكي، لو بنلاحظ هنا ملف ال sv.cost.txt بنشوف البيرنت بروسيس حقه تمام، اللي هي 712. هذه البيرنت بروسيس يعني وين موجوده؟ وش البروسيس حقتها يعني؟ البروسيس اي دي وين موجوده؟ اي ملف؟ لو بنطلع فوق بنشوف 702 هنا موجوده، بنشوف انها يعني انه ملف اللي انه surface.txt. فخلاص يعني ملف svc host انه اصلا يعني البيرنت بروسيس حقه اللي هو surface.txt. فخلاص لو مثلا يعني لقينا هذا ملف مفروض يعني انه اشتغل تحت surface.txt، لو لقينا هذا الملف انه مو شغال تحت او البيرنت بروسيس حقته ما هو surface.txt، هذا على طول هذا انديكيتر تمام. ففي بعضها برضه انه يعني في طريقه ثانيه انه مثلا يغير في الاسم، يعني مثلا بدل ما يكون اس في سي هوست لا يكون في خطا في سبلينج، يكون اس سي في، فيصير في تلاعب في سبلينج تمام. فهذه برضه يعني روج بروسيس. فبنركز على هذه الاشياء يعني. وفي بعد شيء ثاني مثلا لو سوينا مثلا لو سوينا بيس ليست بنشوف كل البروسيس الموجوده مثلا في اذا استخدمنا البيس ليست، طبعا هذه بلوجنز موجوده في الفلوتراتي، لو استخدمناها تطلع انه مثلا كل البروسيس موجوده. فلو يعني مفروض انه كلها تطلع، لكن في بروسيس بتكون هيدن تمام. فكيف بنطلعها؟ بنطلعها مثلا بنستخدم البي اس سكان. البي اس سكان بيطلع لك حتى البروسيس يعني اللي صار لها تيرمينيت والبروسيس اللي الهيدن بروسيس. فهذا برضو انديكيتر انه في هنا يعني روج بروسيس تمام، مثل ما احنا شايفين هنا. طبعا هنا في تفصيل لها اكثر، فبيقول لك استخدم بي اس ليست ولا بي اس سكان مثل ما شرحت من قبل شوي. بي اس سكان يعني بيطلع لك الهيدن بروسيس. البي اس 3 طبعا بيقارن لك بين البي اس سكان والبي اس ليست، فكلها طبعا بلونجز موجوده في الفلوتراتي. الخطوه اللي بعدها او ستيبز اللي بعدها يعني بيقول لك analyzed process details. طبعا اذا عرفنا مثلا انه في هنا بروسيس، هذه بروسيس مثلا مشبوهه تمام، بنشوف بنحلل الديلز الموجوده عليها. يعني مثلا يعني مثلا عندي مثلا ملف نوت باد تمام، ملف النوت باد بنشوف البروسيس اي دي والبروسيس اي دي حقته مثلا انها مثلا طالبه دي ال ال في الانترنت انترنت كونكشنز. طبعا المفروض النوت باد ما يطلب يعني انترنت كونكشنز تمام. ف يعني هذا يعني بيستخدم مثلا دي ال ال في الانترنت كونكشن، فهذا يعني يعني في التحليل، في تحليلنا طبعا في ملفات الدي ال ال المفروض اصلا ملف النوت باد انه ما يطلب مثلا انترنت كونكشن. فهذا الانديكيت يعني هنا. بعدين طبعا ريفيو نتورك ارتيفاكت. طبعا قبل بس ما نروح هنا الخطوه الثالثه في ستيبز 2 تمام، لو بننزل تحت يعني وش ممكن نستخدم من بلوجنز. في عندنا الديل ليست، طبعا بيسوينا يعني بيطلع لنا كل الديل ليست، هذه البلوجنز طبعا موجوده. في هنا الجيت سايت، فهذه كلها بلوجنز موجوده بتساعدنا في الديلز، بنطلع الديلز بروسيس يعني تمام. بعدين في نتورك ارتيفاكس طبعا ممكن نستخدم النت سكان، طبعا بيطلع لنا كل النتورك كونكشنز الموجوده. هذا يعني الارتيفاكس اللي بتكون هنا موجوده، يعني مثلا عندي بيطلع لي مثلا النتورك كونكشنز واي مثلا كونكشن صار له يعني انيشيت، يعني من وين بدا الكونكشن هذا ومع مين، يعني من وين بدا يعني هذا الكونكشن، اتصل مع مين، يعني من وين اتصل
تصل على مين. فهذه كلها بنحصلها مثلا في النتورك ارتيفاكت. فبعدين عندي الستيب رقم 4 انه يقول لك look for the evidence of code injection. طبعا الكود في انجكشن يعني يعتبر في المالوير اناليسيس انه مثلا لو عندي مثلا لو شغلت مثلا ملف اكسي معين تمام، ففي البدايه اذا صار له ستارت اب مفروض كل يعني كل الـ 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 كل الملفات يصير يعني ستارت اب في البدايه. لكن لو صار انه مثلا اشتغل هذا الملف بعدين مثلا في نص يعني يعني في نص الاوبريشن طلب مثلا ملف دليل معين، فهذا انديكيتر انه هنا مثلا في يكون كود انجكشن. طبعا خلينا نوضح وش الدليل. طبعا هي الدليل هي ملفات، او خلينا نقول ملفات انها تحتوي انه تحتوي على ايش؟ على كود من يعني من اكثر من لغات برمجه، يعني يعني من ضمن يعني من ضمنها سي بلس بلس. ف يعني هذه ملفات يعني يتم استدعائها عند الحاجه. كيف عند الحاجه؟ يعني مثلا لو عندي ملف اكسي تمام، يحتاج يتصل مثلا بالطابعه او يتصل بالكيبورد، فهذه الملفات يعني بتساعدني هنا. فما يحتاج اني اكتب كود انه اكتب كود، انا عندي ملف اكسي اني اكتب كود فيه اقول له مثلا اطلب لي مثلا سوي لي كونكت مثلا مع الكيبورد او مع يعني او مع الطابعه. فلا، ملفات الدليل هذه بتساعدك يعني بتسر يعني بتساعدك، وميزتها انه بدل ما يكون حجم ملف كبير، ف يعني بدل ما تكتب يعني في ملف الاكسي لا ما يحتاج، يعني بيكون حجم ملف صغير، يعني حجم ملف يعني ما بيصير عليه يعني يكون حجمه كبير حجم ملف الاكسل. ففي يعني مثال مره بسيط للدليل انه مثلا انه مثلا عندي عندي ملف اكسي تمام، هذا ملف يبغى مثلا مساحه فاضيه في الهارد ديسك. ففي يعني ملف دليل معين فيه كود جاهز يساعدك انه هو بيروح يشوف المساحة الفاضية، إذا في مساحة فاضية وبيرجع لك يقول لك ترى في مساحة فاضية. فهذه ميزة الـ DLL يعني تمام. خلينا نرجع للستيب. فعندنا ستيب 5 إنه يقول لك check for sign of rootkit لو في عندنا مثلا باك دور أو في هنا persistent، فيعني لازم نسوي لها check. والستيب رقم 6 انه بيسوي اكستراكت للبروسيس هذه عشان نسوي لها مثلا يعني نسوي لها مثلا فايل اناليسيس او مثلا في عندنا الدرايفز، فكله بنسوي لها دمب يعني تمام. هذه يعني الخطوات يعني من سانس. ف حلو الواحد انه يشوفها يعني يقراها، فيها الشرح كامل طبعا تحت بتساعدك انه في بتساعدك في التحليل. فعندنا مثلا احنا قلنا التول اللي بتساعدنا في الميموري اناليسيس. طيب التول اللي ممكن وش التول اللي نسوي فيها رام اكوزيشن؟ طبعا في عندنا يعني اكثر من تول، فمثلا عندنا يعني ابتكي ايمجر، وفي بعد عندنا الرام كابشر برضه موجود يعني بتساعدنا في الميموري اكوزيشن تمام. طيب خلينا نرجع للتحدي ونحل الاسئله تمام. طيب عندنا اول سؤال انه بيقول لك what time was the RAM image acquired according to this، انه يبغى الوقت اللي صار فيه اكوزيشن للرام هذه. ف قبل ما نحل السؤال خلينا يعني نشوف الهلب حق الفروتيلتي تمام. مثل ما انتم شايفين هنا طبعا عندي في الويندوز يعني بلجنز معينه في الويندوز وبلجنز معينه في الماك،
وفي بعد في لينكس. فما انه هنا يعني شغلنا اليوم على لينكس، ده بناخذ نظره سريعه عليها. يعني في عندنا هنا يعني الاشياء مثلا المهمه، طبعا اغلبها مهمه يعني، ف ناخذ بس نظره سريعه عليها. في هنا عندي مثلا ويندوز كوماند لاين، طبعا بلجنز مهمه مره انه يطلع لنا كل الكوماند لاينز اللي صار لها اكسكيوت، يعني ما منها اذا الاتاكر من قبل الاتاكر يعني. وهنا ما بعد لو بنسوي الديلي ليست بنطلع ملفات الديلي، تمام، عشان نحللها. وبنسوي دمز للفايل، بلجنز برضه موجوده هنا. وبرضه هنا شيء مهم اللي هو الهاش دم، يعني هنا يقول لك دمز يوزر هاشز كل اليوزر، اليوزر هاش الموجوده. في هنا برضه الانفو، طبعا بيطلع لك الاوبريشن سيستم مثلا انفو والكرنل ومتى صار لها انالايز، مثل ما في السؤال قبل شوي. في هنا المال فايند، طبعا في اشياء مره كثير. في نت ستات وفي نت سكان، بسوي اللي بشوف النتورك كونكشنز الموجوده عندي. وفي البيس ليست، في البيس سكان مثل ما شرحناها قبل شوي، انه فرق بينهم انه بيطلع لنا الهيدن، الهيدن بروسيسز موجوده. وفي بعدين في ريجستري، ففي اشياء يعني صراحه يعني حلو بتساعدنا يعني. ف السؤال الاول بيقول لك متى صار لها اكواير للايمج هذه. ف مثل ما شايفين هنا في الانفو انه بيطلع لنا كل معلومات ال الاو اس والكرنل. فبناخذ هذا البلوجن، تمام، بسوي له كوبي. تمام، بعدين يعني بنسوي البيست. طبعا هذا الامر حق الفولاتيلتي 2 او 3 عفوا. فبنكتب فول داش اف، بنحط الملف الميموري، تمام، وبعدين بنحط البلوجنز. فبننتظر لحد ما تطلع النتيجه. اوكي، فهذه معلومات اللي طلعها لنا. فبنشوف هنا هذا التايم سيستم تايم، هذا التايم اللي صار فيه اكواير للسيستم او للايمج، للرام ايمج، تمام، جميل. بعدين هنا يقول لك وات از ذا شا هاش، يبغى الهاش فاليو حق الرام بسيطه. فبنكتب شا 25. اوكي، بننتظر طبعا لحد ما النتيجة. بنشوف السؤال اللي بعده، هنا بيقول لك انه what is the process ID of the brave.txt، يبغى البروسيس يعني ID حق الملف هذا. تمام، على ما تطلع النتيجة هذه ننتظر بس شوي او نفتح يعني. تمام، ف ايش يبغى؟ هيك يبغى البروسس اي دي حق الملف هذا. فبناخذ اسم الملف هذا، نسوي له كوبي، نشوف الشغلات. اوكي، هذا الهاش فاليو، نسوي له كوبي. اوكي، تمام. بعدين هنا يقول لك يعني يبغى البروسس اي دي حق الملف هذا، بسيط. مثل ما قلنا شوي انه عندنا بلوجنز اللي هي البي اس ليست، طلعنا كل البروسيسز اللي موجوده عندي. اوكي، بس نغير هنا بي اس ليست. طيب بيطلع لي كل الملفات الموجوده. فلو بنسرع يعني أو بنقلل البحث، يعني بنجيب بس في البحث شيء معين، فبنستخدم مثلا جريب، تمام. فخليني أوريكم مثلا وش أهمية مثلا جريب
يعني هنا بتساعدنا كثير في البحث. بنسوي جريب داش اي طبعا بيقول لي يعني لا تركز على انه كيس سيتيف سواء كبز ولا سمول. ف تمام بدأ بنحط البريف تدي اكسي اوكي. الحين هنا بس بيطلع لي البروسيس اي دي حقه الملف هذا اوكي. هذه هنا اللي هي 4856. طبعا لو بنجي هنا بنفرق مثلا بنفرق بين البروسيس اي دي والبيرنت بروسيس اي دي. طبعا غالبا البروسيس اي دي هنا بتجي في اليسار والبيرنت بروسيس اي دي بعدها بتجي. فلو بندور هنا ملف نبحث عنه بنشوف نتاكد يعني وين ال brave.txt هذا هو موجود. هذه البروسيس اي دي سوي لها كوبي. طبعا هنا موجوده اوكي تمام. بعدين بيقول لك يعني how many established network connections were. يبغى كل ال network connections اللي ال established network connections تمام. في listen وفيها في ال established. فيبغى ال established كم عددها يعني. ف نجي هنا في network connections يعني لو بنجي هنا في ال في الـ في الهلب حق البروتوتي بنشوف انها نت سكان. لو بنرجع فوق اوكي عندنا نت سكان هنا موجوده بلوك سكان فور نتوركس اوبجكت. هذه بتطلع لي كل النتورك سكان الموجوده عندي سواء لسن او الاستابليش تمام. فهو طالب بس الاستابليش. ف بستخدم نت سكان تمام. فمثل ما قلت قبل شوي ان جريب هي اللي بتسهل لنا يعني في البحث بشكل يعني مره كبير. فخليني يعني قبل ما نستخدم جريب نوريكم كيف يعني تطلع نتائج مره كبيره. انتظر شوي اوكي فشوف النتائج. يعني بدل ما اني اعد او انه عندي مثلا هنا الاستابليش هنا عندي اللسن. فانا بس ابغى الاستابليش نتورك كونكشن تمام. فبستخدم هنا جريب داش اي انه لا تركز لي على الكيس سيت اب. حط الاستابليش تمام. قبل ننتظر لحد ما تطلع النتيجه خلينا نشوف السؤال اللي بعده على ما تنزل النتيجه هذه اوكي. فهنا يقول لك يبغى الفول كواليفايد دومين نيم حق الكنترول حق الكروم تمام. فبناخذ الكروم. طبعا هنا بنستخدم يعني بنستخدم انس لوك اب او بنستخدم ديك. فبستخدم انس لوك اب هنا. فبشوف الاي بي بشوف الاي بي حق الكروم اللي انا هنا وبسوي له نفس لوك اب. فهذا الكروم دوت اكس اي هذا الاي بي
تمام. هذا الاي بي، هذا الفول دومين. جميل، شوف النتيجة هذه لسه ما خلص. خلينا نشوف السؤال اللي بعده. هنا يقول لك what is the MD5 hash value of the process memory for the process ID. هذه عندنا هذه process ID، فيبغى ال MD5 hash حق البروسيس هذه. تمام، هنا خلص. فخلينا شوف كم عندي نتورك استبلشت، 3 4 5 6 7 8 9 10، عندي 10. تمام، طيب سؤال رقم 6، بناخذ البروسيس هذه تمام عشان نسوي لها دمب. تمام، خلينا نمسح. طبعا في البروسيس احنا قلنا بنستخدم بي اس ليست. تمام، بعدين عندي داش داش بي اي بروسيس اي دي. بنسوي احنا الحين دمب للبروسيس هذه، للبروسيس اي دي هذه، بعدين داش داش دمب. وبنشوف البروسيس هذه وش مشغله من فايل. اوكي، هنا الفايل اوتبوت هي موجوده هنا، بنسوي ls، انا سويت لها دمب الحين، فهذه هي موجوده هنا. تمام، md5 اوكي بي اي. تمام، يس لحظة، يس اوكي. طيب اوكي تمام، هذا الام دي 5. اللي طلع لنا شو؟ تمام، طيب شوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك what is the word starting at offset، هذا الاوفست. طيب هنا يقول لك في كل يعني في وورد كلمة مكونة من 6 بايت موجودة، يعني الستارت حق الاوفست حقها يبدأ بهذا. فهنا أنا بستخدم هيكس دم. تمام، فباخذ الاوفست هذا، بداية الاوفست، بجي هنا فبقول اوكي هيكس دم. تمام، بعدين داش اس اللي هو يعني الستارت حق الاوفست، داش اس، بعدين بنحط الاوفست، بداية الاوفست. تمام، بعدين داش سي، ونحط اسم ملف او الميموري دمب الموجود عندي. تمام، اوكي بس بعدين نسوي مور. تمام، اوكي تمام، هذا الستارت، هو هذه بداية الاوفست. فبيقول هو اول 6 بايت
فواحد اثنين ثلاث أربع خمس ست، كلمة هاكر. تمام، هنا بيقول لك what is the creation date and time of the parent process حقت الباور شيل دوت اكسي. طيب هنا 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 بيقول لك يعني عندي الباور شيل، تمام، يبغى البيرنت بروسيس اللي شغلت الباور شيل في البدايه، اول تشغيل البروسيس هذه وين كانت. ف فبنجي هنا فبنستخدم مثل ما قلنا قبل شوي بيس، عندنا بيس بيس ليست بيس بيس سكان، في عندنا بيس 3 لانه بيقارنني بين الاثنين. ف فبستخدم بيس 3. اوكي بيس 3 اوكي، بس هنا بغير نكتب فول. تمام داش اف من فايل. اوكي نكتب هنا ويندوز. لحظة بس، اوكي يمكن نسأل المسافة. اوكي عشان المسافة قبل شوي. تمام فبنشوف هنا وين الباور شيل، وين صار اول يعني اول اللي صار لها اول كرييشن للبروسيس. فبنشوف الباور اوكي هذه موجودة هنا باور شيل دوت تيكسي. تمام فبنشوف البيرنت بروسيس اللي هي 4 3 5 2 هل هي موجودة قبل ولا مي موجودة. فلو بتشوف الملف اللي قبله انه في هنا اصلا البروسيس موجودة هنا، موجوده في الاكسبلور دوت تيكسي. تمام فطبعا هذا بيكون الكرييشن هنا موجود لانه البيرنت بروسيس موجوده هنا هنا عفوا 4 3 5 2 هذه بيرنت بروسيس موجوده قبلها انها صار لها او يعني صار لها كرييشن يعني قبل
في الملف هذا explorer.txt، فهنا موجودة هنا. فبنشوف هل هذه البروسيس أو البيرنت بروسيس هل هي موجودة قبل ولا مي موجودة؟ فموجودة هنا، تمام؟ فبناخذ time and date. تمام. السؤال اللي بعده what is the full path and name of the last file opened in the notepad. مثل ما قلت قبل شوي انه عندنا plugins اللي هي command line بتعطيني كل الكوماند اللي صار لها execute، فممكن استخدمها هنا واطلع الفول باث تبع النوت باد. تمام. ف cmd line. تمام، هنا بستخدم برضو grip. تمام، استخدم grip، بقول له بس جيب لي الكوماند لاين اللي اي كوماند لاين اللي تحتوي على النوت باد اللي هو داش اي نوت. تمام كذا مطالب. اوكي تمام. اوكي هلا بنلاحظ هنا انه هذا الفول باث موجود تبع النوت notepad.txt. اوكي اخر سؤال انه بيقول لك how long did the suspect use brave browser. هنا هذا السؤال بيقول يعني قديش اشتغل البراوزر، ساعة ساعتين قديش اشتغل يعني. طيب هنا لو بنلاحظ لو بنشوف الهيلب حق الفولاتيليتي انه نقدر هنا نستخدم في الريجستر هاي انه اي شيء يستخدم اليوزر بما انه طالب شيء عن اليوزر، فاي شيء بيستخدم اليوزر فبنحصله في الريجستري هاي اللي في مثلا في اليوزر اسيست. هنا بنلقى كل اليوز يعني الاشياء اللي سواها اليوزر. بناخذ هذا البلجنز تمام. تمام اوكي. المفروض اني مثلا ان انا استخدم جريب. تمام شوف فبطلع لي هنا اشياء مره كثير، فهنا فائده جريب انه بطلع لي بس اي شيء يعني خاص في الـ في الـ في البريف. تمام
اوكي انا هنا ما كتبت داش اي، تمام داش اي انه لا تركز لي على الكيس سنسيتيف. تمام هنا بنلاحظ انه في هنا في البريف ان المايكروسوفت كارنت اكسبلورر، تمام انه فيها 4 ساعات ودقيقة واربعة وخمسين ثانية، فهذا غالبا التوقيت. اوكي ليش يبغى 6 أرقام؟ طيب سفر البداية، تمام. فهذا كان يعني شرح بسيط في حل تحدي في الميموري فورنزكس. طبعا في تحديات ثانية وكثيرة ممكن تستخدم فيها يعني بلوجنز ثانية، فيعني أنصح يعني إنه في البداية إنك ترجع للهلب حق الفراتيلتي وتقرأ عنها وبعدين تبدأ في حل التحديات. ويعطيكم العافية.